السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب دوري أبطال أوروبا وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2024 ونهاية الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا واليمن وفي كل بقاع الأرض. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينة، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. اليوم الأربعاء 27/11/2024 سارفينيا زافيزدا أو النجم الأحمر الصربي أو ريد ستار فاز على شتوتجارد الألماني 5-1. عندنا مش لازم نقول الهدافين عشان بس الوقت الفيديو، وهدف في شتوتجارد عن طريق ارميدين في الدقيقة 5. شتورم غراتس فاز على جيرونا الاسباني 1-0. استون فيلا تعادل امام يوفنتوس 0-0، وده اول توقع كنت عايزه يعني من حضراتكم بالنسبة ليوم الاربعاء 0-0، وللأسف محدش جاب التوقع ده صح. هوريك التعليقات كلها اللي اتكتبت يعني. سلتك الاسكتلندي بولونيا الايطالي الاول خسر من ليل الفرنسي 1-2، احرز ده بولونيا جون لوكومي في الدقيقه 63، هدفي ليل عن طريق نجالايل موكاو في الدقيقه 44 نفس اللاعب في الدقيقه 66. سلتك الاسكتلندي تعادل امام كلوب بروج البلجيكي 1-1. دينامو زغرب خسر من بروسيا دورتموند 0-3، احرز ده في دورتموند. طبعا في ناس ممكن تكون كتبت التوقع ده صح، بس انا ما طلبتش توقع دورتموند، انا طلبت 3 مباريات فقط. استون فيلا امام يوفنتوس، وريال مدريد طبعا امام ليفربول، وبنفيكا امام موناكو. اهداف بروسيا دورتموند عن طريق جيمي غيتينز في الدقيقه 44 41 اسف، والهدف الثاني عن طريق النجم الجزائري رامبن 70 في الدقيقه 56، والهدف الثالث عن طريق سيرو غراسي في الدقيقه 90. ليفربول فاز على ريال مدريد 2-0، وللاسف محدش جاب التوقع ده صح. في ناس توقعت 3-0، في ناس توقعت 2-1 ليفربول، انما 2-0 محدش جابه. هدف ليفربول عن طريق أليكسيس أليستير في الدقيقة 52، والأسيست عن طريق كونور برادلي. أما الهدف الثاني عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 76، وأسيست أندرو روبرتسون. ضربة جزاء ضاعت من صلاح في الدقيقة 70، وقدامها ضربة جزاء ضاعت من إمبابي في الدقيقة 61. متابعين الكرام، موناكو خسر من بنفيكا 2-3، وللاسف التوقع ده محدش جاوب صح. هدفي موناكو الفرنسي لياس بن صغير في الدقيقه 13، و سونغوتو ماغاسا في الدقيقه 67، اسيست كريستيان مويسا. هدف بنفيكا الثالث عن طريق فانجليس بافلديس في الدقيقه 48، والهدف الثاني عن طريق ارثر كابرال في الدقيقه 84، الهدف الثالث عن طريق زكي امادوني في الدقيقه 88. بي اس في ايندهوفن فاز على شختار دونيتسك الاوكراني 3-2. متابعينا الكرام، المباريات السابقه بدات الجوله الخامسه امس الثلاثاء الموافق 26/11/2024. سلوفان براتسلافا خسرت من اي سي ميلان 2-3، سبارتا براغ خسرت من اتلتيكو مدريد 0-6، برشلونه فازت على ستاد بريست 3-0، باير ليفركوزن فازت على ريد بول سالزبورغ 5-0، بايرن ميونخ فاز على باريس سان جيرمان 1-0، انتر ميلان فاز على لايبزيج 1-0، مانشستر سيتي تعادلت امام فاينورد 3-3، سبورتنج لشبونه خسرت من ارسنال 1-5، يونجو بويز خسرت من اتلانتا 1-6. خلينا نتعرف على ترتيب الدوري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. ليفربول في الصداره في المركز الاول، الفريق الوحيد اللي عنده علامه كامله، بسم الله ما شاء الله 15 نقطه. انتر ميلان المركز الثاني 13 نقطه. برشلونه المركز الثالث 12 نقطه. بروسيا دورتموند الالماني المركز الرابع 12 نقطة، اتلانتا الايطالي المركز الخامس 11 نقطة، باير ليفركوزن الالماني المركز السادس 10 نقاط، ارسنال المركز السابع 10 نقاط، موناكو الفرنسي المركز الثامن 10 نقاط، استون فيلا المركز التاسع 10 نقاط، سبورتنج لشبونة المركز العاشر 10 نقاط، ستاد بريست المركز 11 10 نقاط، ليل المركز 12 10 نقاط، بايرن ميونخ المركز 13 9 نقاط، بنفيكا المركز 14 9 نقاط، اتلتيكو مدريد المركز 15 9 نقاط، اي سي ميلان المركز 16 9 نقاط، مانشستر سيتي المركز 17 8 نقاط، ايندهوفن المركز 18
ثمان نقاط، يوفنتوس المركز 19 ثمان نقاط، سيلتك المركز 20 ثمان نقاط، فاينورد المركز 21 سبع نقاط، كلوب بروج المركز 22 سبع نقاط، دينامو زغرب المركز 23 سبع نقاط، ريال مدريد المركز 24 ست نقاط، باريس سان جيرمان المركز 25 اربع نقاط، شختار دونيتسك المركز 26 اربع نقاط، شتوتجارد المركز 27 اربع نقاط، سبارتا براغ المركز 28 اربع نقاط، شتورم غراتس المركز 29 ثلاث نقاط، جيرونا المركز 30 ثلاث نقاط، سارفينيا زافيزدا المركز 31 ثلاث نقاط، ريد بول سالزبورغ المركز 32 ثلاث نقاط، بولونيا المركز 33 نقطة، لايبزيج المركز 34 بدون نقاط، ستوفان براتسلاف المركز 35 بدون نقاط، ويونج بويز المركز 36 الأخير بدون نقاط. شايف الثلاثة الأخر اللي كل واحد منهم صفر 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 دول فقدوا التأهل للثمانية الأوائل، خلاص كده مش هيعرفوا يتأهلوا. طب هل عندهم فرصة إن هم يتأهلوا في الستاشر اللي بعدهم اللي بعد الثمانية الأوائل اللي هو من المركز التاسع لحد المركز 24؟ لسه عندهم فرصة بس ضعيفة. طيب بولونيا، بولونيا فقد التأهل مع الثمانية الأوائل ولكن لسه عنده فرصة ستاشر التانيين، الباقيين كلهم لسه ما نقدرش نتكلم عليهم دلوقتي. طب تعالى مع ليفربول، ليفربول رسميا تأهل إلى دور الستاشر من الثمانية الأوائل، انتر ميلان هو كمان بنسبة كبيرة جدا تأهل، كذلك برشلونة وبروسيا دورتموند، بس الأربعة دول هما اللي نسبتهم كبيرة جدا في التأهل مع الثمانية الأوائل. تمام، ترتيب الهدافين، المركز الأول متابعين الكرام روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سجل 7 أهداف، المركز الثاني أرلين غالاند لاعب مانشستر سيتي 5 أهداف، وفلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ، ورافينها لاعب برشلونة، وفيكتور جيوجريس لاعب سبورتنج لشبونة، والمركز الثالث جيمي غيتينز لاعب بروسيا دورتموند سجل 4 أهداف، وجوناثان ديفيد لاعب ليل، وسوري غراس لاعب بروسيا دورتموند، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وبعد كده أكتر من لاعب سجلوا 3 أهداف. طيب متابعينا الكرام بالنسبة لصناع الأهداف، المركز الأول تشارل ديكيتلاري لاعب أتلانتا صنع 4 أهداف، وإيجور بايكساو لاعب فاينورد، وجيرمي فرومبونغ لاعب باير ليفركوزن، والنجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول صنع 4 أهداف أيضا، والمركز الثاني أرني إنجلز لاعب سيلتيك صنع 3 أهداف، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وجيوكليس أو جليس كوندي لاعب برشلونة، وماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد، وماسيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي، وماركو باجاكا لاعب بروسيا دورتموند، ورافينها لاعب برشلونه. كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه خاصه بالبطوله، خلينا اوريك التعليقات اللي ظهرت عشان الموضوع يبقى فيه مصداقيه. ادي التعليقات يا جماعه، لو جينا بصينا عليهم كده ان شاء الله فوز ليفربول، بس ما قالش كام كام، فوز ليفربول 2 على ريال مدريد 1، هي 2-0 طبعا، الفوز ليفربول 3-0 هي 2-0 طبعا، طبعا 3-2 لا اكيد. الراجل قال بروسيا دورتموند هيكسب 3-0 على دينامو، شكرا لحضرتك بس انا ما طلبتش دينامو زغرب وريال دورتموند. هنا تعادل 1-1 اكيد لا، ليفربول 3 ومفيش الكلام ده، استون فيلا 2 لا، هي اصلا المباراة انتهت 0-0، الريال 2 فوز الريال 2-1 للريال ماشي، لا طبعا موناكو 2 هي خسرت، خلصت 3-2 اصلا، يعني مش هتلاقي اي حاجة لا 2-0 بالنسبة ليفربول وريال مدريد، ولا هتلاقي حتى هنا ايه الفوز ليفربول 3-0 او 3-1، فوز الريال، ريال 2، شوف ده قايلها 2-0 بس الريال، لو كان عكسها كان تمام، بس كده يعني دي التوقعات اللي ظهرت، وطبعا مفيش اي توقع صحيح. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، كان معاكم محمد نور الدين، استنونا في توقعات تانية بإذن الله تعالى، توقعات هتكون على الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا واحتمال دوري أبطال أفريقيا، احتمال احتمال أو احتمال لا. كان معاكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.